برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة، أقيمت منافسات النسخة 12 من بطولة القتال الشجاع بريف التي نظمها اتحاد القتال الشجاع تحت شعار الأسطورة التي شهدت مشاركة 30 لاعبا من 16 دولة. شهدت بطولة القتال الشجاع بريف حضور سعادة السيد إيمان نراوي وزير الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد فومي رئيس الاتحاد الإندونيسي لرياضة فنون القتال المختلطة، وسعادة السفير الدكتور محمد غسان شيخو رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية إندونيسيا وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نعرب عن اعتزازنا الكبير بالجهود والتسهيلات التي قدمتها جمهورية إندونيسيا لدعم إقامة وتنظيم النسخة 12 من بطولة القتال الشجاع، والذي يعكس بصورة واضحة عن اهتمامها بإنجاح هذا الحدث على أراضيها، الأمر الذي كان له التأثير الإيجابي بظهور هذا الحدث بالصورة التي تعكس تطلعاتنا في إبرازه وإنجاحه. وأضاف سموه أن الجهود التي نبذلها ما هي إلا ترجمة لتوجيهات سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه للاستمرار بالعمل على إبراز الرياضة البحرينية على الشكل الذي يعزز من حضورها العالمي على الخارطة الرياضية، فبطولة بريف هي جزء من تلك الجهود المتواصلة والتي نهدف من خلالها في أن نضع البحرين دائما في المقدمة وأن ندعم من سمعتها والمكانة المرموقة التي تحتلها على الصعيد الدولي. وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجهود المتميزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الرياضي بالمملكة عبر المشاريع التنموية المتواصلة التي تساهم في مواصلة ديمومة العمل نحو مزيد من التقدم والتطور في هذا القطاع لتحقيق أعلى معدلات النجاح التي تعكسها النتائج والإنجازات المشرفة واحتضانها لمختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية. وأشاد سموه بالخطوات التطويرية التي اتخذها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للنهوض بالرياضة البحرينية عبر البرامج والخطط الهادفة لرفع المستوى العام للألعاب الرياضية، لا سيما رياضة فنون القتال المختلطة التي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في فترة وجيزة، مؤكدا سموه أن متابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لبطولة بريف ساهم في أن تواصل هذه البطولة نجاحاتها وتميزها. وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الجهود مستمرة لمواصلة رؤيتنا البحرينية برياضة فنون القتال المختلطة، مؤكدا سموه أن ذلك يصب في مصلحة تعزيز التواجد القوي لمملكة البحرين في هذه الرياضة على المستوى العالمي من خلال بطولة القتال الشجاع، مضيفا سموه أن هذه البطولة باتت محط أنظار الجميع. وواصل سموه حديثه قائلا: وإننا ننتهز الفرصة في أن نعلن عن إقامة النسخة 13 من بطولة القتال الشجاع في مدينة بيلفاست بإيرلندا الشمالية، والذي تأتي ضمن البرنامج الذي رسمناه لهذه البطولة، والذي نهدف من خلاله إلى أن تواصل بريف رحلاتها المكوكية بين مدن وعواصم العالم لتؤكد تميز الفكرة البحرينية في هذه الرياضة العالمية. وفي ختام حديثه قال سموه: نشيد بالمستوى القتالي الذي ظهر به اللاعبون بمواجهات النسخة 12 من البطولة. هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة منافسات بطولة بريف 12 التي شهدت إقامة 15 نزالا كان أبرزها النزال الرئيسي الذي جمع بين اللاعب إلدر إلدروف واللاعب إبراين هوي.
وحرص سموه على مؤازرة لاعبي فريق خالد بن حمد الذين يمثلون مملكة البحرين بهذه النسخة، حيث تواجد سموه في الكورنر الخاص بلاعبي الفريق في كل نزال، وحرص على دخول الحلبة خلال فترة الاستراحة بين جولات النزالات لإعطاء التوجيهات للاعبين. اليوم كان اول فايت في البروفيشنال في عالم المحترفين،
كان يعني كنا دشيت في عالم جديد. الفايت كان مو سهل، خصمي كان زين، عنده 4 فوز يعني ما عنده ولا خسارة. الفايت كان يعني خاص في الراوند الأول، الراوند الثاني كان زين متوازن، بس الحمد لله توفقت عليه في الرسلينج والجوجيتسو. الحمد لله رب العالمين، كان فايت كثير قوي، طار هدفي لاعب ما شاء الله ممتاز، بس الحمد لله تمكنت وفزت عليه. وصراحة شكرا كثير لسمو الشيخ خالد على هذا الإيفنت الرائع، شكرا كثير لبريف، صراحة إيفنت رائع والحمد لله قدمنا أداء كثير كويس.